يحقق حلمه الشخصي وعلم بلاده. لازم ليه يضرب بمنتهى القوة الحقيقة أو 5-6، لأن بنقول نتيجة اللاعب اللي معاه الإبصار أولا. أهو مالين بدأ بقى يلعب بالخبرة عشان يكسبه. لعيب مش سهل. الهجوم المرعي متبادل نفسه، محدش عايز يفرط في الشوط. طبعا من حق كل واحد انه يستخدم هذا البخل الحميد انه ما يفرطش في حقه في المكسب وفي البطولة. شوفوا التخليصة ازاي، شوفوا. لكن ده ما يمنعش ان اي حد زي جوسي هوك الله الله مش محفظ الراجل اسلوب لعب. رجع للدفاع تاني جوسيوك ويسيب مالين يهاجم، ومالين رجع يجرب الكرات الخفيفة. ضربات الخفيفة واحدة جامدة يخلص. يا جوسي هوك مواجهة ما بين الصين وهونغ كونغ، المواجهة ما بين مالين نجم الصين و صعوبة الموقف. اتأخر 2-1 في الأشواط. كمان جوسيوك ما بيخسرش نقطة بسهولة. واحدة. قال إلى جوسي هوك. شوط سابع فاصل، مباراة طولت المباراة والمنافسة على أشدها ومحدش عايز. ضربات جميلة فاصلة تطيح بأحلام إما كوريا أو الصين، وتحيي أحلام إحدى الدولتين أيضا من خلال مالين نجم الصين وجوسي هوك نجم كوريا الجنوبية. سلوى كاب كل مخزونك من الجرأة فنيا ومهاريا، لازم كل الجرأة اللي جواك تطلع. اهو مالين بيحاول وبيخلص. لا كده نعلن بقى 11-6 يخلص جوسي هوك. تخليص استها وتحقيق حلمها الشخصي وحلم بلدها الوصول الى نهائيات سلوى كاب. الله لكن سامسونوف هو الاسم الاكثر شهره عندي. الى الصين بصحبه وان جاو. مع 10-6 اللي خسروا الدور النصف النهائي. لا تقام مباراة لتحديد الثالث والرابع في تنس الطاولة، وده نظام المسابقات في تنس الطاولة. 9-6 الإرسال سامسونوف.
اشواط لصالح سمسونوف وواحدة كل في الشوط الرابع اللي قد يكون الاخير اذا فاز بسمسونوف. اهو وانجا هو هيطلع كل حاجة بقى. ما عادش في حاجة يتكي عليها وهياكله بعينيه روح المكسب. شوفوا ضربات بمنتهى القوة وبتمويل الاصرار والعزيمة على انه يكسب رغم انه في موقف صعب جدا. وانجا هو تسعة كل المرة دي يمكن لأنه نصيبه يخسر النهاردة يمكن بالفعل هو نصيبه يخسر النهاردة ونصيب أوروبا تفرح بفلاديمير سمسونوف ونصيب اللي نفسه يشوف بعد ما شاف ثقب الأذن يشوف ثقب للاعب يونج إرسال في الشوط الرابع. مفاجآت في سلوى كاب هذا العام يبدو إنها عشان كده النقطتين الجايين دول مهمين جدا. اشواط وهنبدا الشوط الخامس اللي قد يكون الاخير اذا فاز بي يا يونج يونج. هجوم من يا يونج ودفاع من ميز ودروب شوت من يا يونج ويلحقها مزي ويخلص يا يونج ويرجعها مزي مش ناويين يخلصوا. اللي وراه مشوار يروح ويرجع الناس دي مش ناويه تخلص البونت بصحبة يونج. ويخلص يا يونج يون المباراه من شوطها السادس وما نحتاجش ان احنا نلعب شوط سابع لو كسب 4-2 ويبقى سقر من هزيمته الوحيده ومواجهته الوحيده مع مايكل ميز هو مايكل مزي لنقطتهم و 3-1. شوط سابع فاصل ولا ايه؟ يا سلام يا مزي راحت تستخدم الفوطه والمشافه في الوقت المظبوط لان القانون حددها كل 6 نقاط مش في اي وقت. شوفوا مزي هجوم متتالي وسريع الحدادا نعيش معكم نفس الماراثون في النهائيات نبدا معكم من 10 صباحا بتوقيت الكويت على الهواء مباشره. <音>好球连续进攻，好球漂亮。自己球转过转的，我觉得还是稍微再中等力量一点吧。现在他现在有点就是发力发的太大了，有点。觉得他缺一个穿他的直线。对他现在全拉的全是斜线。全是斜线。对，这球他应该都往中间反手拉了。 田森这个欧洲，这两个球是马龙发球。